القرآن ذلك الكتاب المستبين وخير الحديث الذي يحمل بين دفتيه نور القلوب والعقول والأرواح، يتمنى حفظه الصغير والكبير لفضله الذي لا نعده ولا نحصيه، كيف لا، وحفظه تجارة مع الله لا تعرف البوار، ونور لصاحبه في دار القرار. من تمسك به نجا، ومن تعلق به علا، ونال الخيرية في الدنيا والآخرة. برنامج نماذج قرآنية من مركز الماهر بالقرآن، مختلف الأعمار بين رجال ونساء، صغار وكبار بمختلف المواهب تعلقت قلوبهم بكتاب الله تعالى فجعلوه أنيسهم في الحياة. مركز الماهر بالقرآن يقدم هذه النماذج القرآنية للمجتمع ليكون قدوات لمن أراد أن ينطلق في مسيرة القرآن الكريم المباركة، فيكون القرآن لهم منهج الحياة. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك، أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك، تستحق التاج فالبسه. حين يرزقك الله صوتا نديا فتسخره في تلاوة القرآن الكريم فتترنم به صبح مساء، فتلك نعمة عظيمة. منشد مركز الماهر بالقرآن رؤوف دومي، موهبة في الإنشاد، رزقه الله تعالى صوتا نديا فجعله يزداد حسنا بتلاوة كتاب الله تعالى. مسيرة بدأت من الإنشاد لتدخل إلى رياض القرآن الكريم فتزداد تعلقا بهذا الكتاب المبارك. فهيا نتعرف على قصة عبد الرؤوف دومي مع كتاب الله تعالى. للعالمين سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. معكم أخوكم في الله دومي محمد عبد الرؤوف، البالغ من العمر 24 سنة، متخرج من جامعة محمد بوضياف، متحصل على شهادة ماستر 2 تخصص آلية وأنظمة، طالب بمركز الماهر بالقرآن الكريم، أحفظ ما تيسر من القرآن الكريم. انطلاقتي في القرآن الكريم ورحلتي معه كانت بداية من سنة 2017، حينها يعني كنت جالس في أحد المساجد الحي واللي هو مسجد علي بن أبي طالب، التقيت بأحد المشايخ ألا وهو الشيخ صلاح الدين بوديلمي، يعني تحدثنا وحدثني عن هناك بأن هناك مسابقة ألا وهي مسابقة قارئ أسامة بمسجد أسامة بن زيد في المسيلة، يعني تحدثنا، قال لي راها كاينة مسابقة، ماذا بك تشارك؟ قلت له يا شيخ يعني راني مانيش حافظ، والاخر قال لي ماهيش تحب. قلت له تاع، قال لي تاع التجويد. قلت له التجويد ثاني ما كانش. قال لي معليش، قال لي بهذه العبارة، قال لي روح سجل ومن بعدك سهل. يعني التحقت انا بهذه المسابقة، يعني شاركت في التصفيات، انطلقت، نجحت في التصفيات. ثم تأهلت يعني إلى البرايمات، ويعني من أول برايم لم أوفق، يعني أصبت بنوع من الإحباط، ويعني وأنا بعد ما انتهى البرايم كنت مروح، التقيت بشيخ آخر يعني لقيته من لجنة التحكيم، يعني توقف عندي وقال لي، تحدث لي، قال لي أنت أيها طالب، قال لي أين تدرس؟ قلت له يعني ما مانيش ملتحق بأي، لا لا بأي مدرسة. قال لي راه عندنا فرع، يعني الشيخ هذا اللي تلاقيت به كان هو رئيس الجمعية، الشيخ سفيان بوعويرة رئيس جمعية الماهر بالقرآن الكريم، قال لي التحق بنا. الغدوة التحقت بهم في هذا المركز، استقبلني يعني ودخلني عنده ندرس في القسم تاعه، يعني درست عنده في القسم تاعه مدة شهرين فقط، يعني مدة شهرين فقط، يعني الحمد لله تمكنت في معظم أحكام التجويد.
اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي. اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي. إن في جوفي كتاب صانني من كل كربي. إن في جوفي كتاب صانني من كل كربي. بعد هذه الشهرين أقيمت مسابقة أخرى بمسجد علي بن أبي طالب. يعني بعد هذه الشهرين حينما كنت في قارئ أسامة لا أفقه شيء في الأحكام ولا في التلاوة ولا، بعد هذه الشهرين يعني وفقت والحمد لله إلى أن نيل المرتبة الأولى في مسابقة علي بن أبي طالب. بعدها التحقت بالموسم الجديد في مركز المهر والقرآن، يعني التحقت عند الشيخ عز الدين مهني جزاه الله خير، حفظت عنده ما تيسر من القرآن خلال موسم، يعني من موسم من الدراسة. يعني أيضا تمكنت أيضا في أحكام التجويد، يعني تابعني جيد بشكل جيد يعني جزاه الله خيرا. ثم بعدها في الموسم القادم التحقت عند الشيخ حسين كليل، يعني فوج الفتح، يعني اللي هو اللي راه يعني مميز عنده حلم ثقيل، اللي يشرف عليه الشيخين يعني الشيخ حسين كليل والشيخ سفيان بوديلمي جزاهم الله كل خير. يعني من ثم ايضا اجتهدت يعني وكان لي يعني حافز كبير اني التحقت بهذا الفوج اللي اعطاني دفعه ايضا قويه من اجل حفظ كتاب الله والاجتهاد فيه اكثر واكثر، وتمكنت فيه ايضا يعني بشكل كبير يعني والحمد لله. انه سكنى لقلبي وهو انسي عند قهري. انه سكنى لصدري وهو أنسي عند قهري، ودوائي بابتلائي. إنه نور لقبري ودوائي بابتلائي. إنه نور لقبري، إنه نور لقبري. انطلاقا من قوله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فوجدت في القرآن الكريم من البركة والخير ما لم أجده في غيره، فبركة القرآن دائمة ومستمرة مدى الحياة. فالقرآن الكريم دستور ومنهج حياة لمن أراد العيش في أمان وسلام. للعالمين سفراء الذكر يا أبناءنا، يا حافظي للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين أنتم شوق. وقد كان لتميزي هذا فضل كبير لوالدي علي، بحيث كانوا يشجعاني مدى الحياة، يعني بحيث أن الوالد يعني في الصغر كان يعني حاملني في الدراجة، لما يعني كان يديني أدرس في المدرسة كان يقول لي اتلو علي بعض الآيات، فكنت أقرأ عليه ويقول لي جيد صوتك حسن. يعني من ذلك الوقت يعني اكتشفت موهبتي في الصوت أولا، ثم يعني انطلقت ويعني بدأت أحسن في صوتي يعني، فجزاهم الله خيرا يعني بحيث كانوا دائما يعني يشجعوني الوالدي. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك. فأتوجه برسالتي إلى كل الشباب، يعني لمن لديه فراغ وحتى يعني العمال، كل شباب يعني اغتنام حفظ القرآن الكريم وجعله قدوة لهم في هذه الحياة وجعله منهاج في هذه الحياة. واعلم أن القرآن إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. ورسالتي يعني رسالة خاصة يعني لأصحاب المواهب: لا تظن أن القرآن يعني يعجزك أو يستهلك منك وقت، لا، بل اجعل هذا الشعار في قبلك، اجعل القرآن الكريم أول أولوياتك ومارس كل هواياتك.
يعني نتوجه يعني بكامل الشكر يعني للمشايخ تاعنا في مركز الماهر بالقران اللي كان يعني ليهم فضل كبير علينا بحيث وجهونا يعني ورونا طريق كما نقولوا حتى يعني سلكنا هذا الطريق طريق القران الكريم وكان يعني له اثر كبير علينا فجزاهم الله كل خير وربي يجزيهم ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء صدق الله العظيم. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أسأل الله بأن تقوم